السلام عليكم طلاب زملائنا في المستقبل، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم إن شاء الله راح أبلش وياكم بمادة الأناليتيكال كيمستري أو الكيمياء التحليلية، واللي أريده من عندكم أنه المحاضرة تكون قدامكم أو قريبة من عندكم وتركزون وياي وخلونا نبلش. محاضرتنا اليوم راح تكون عبارة عن introduction أو مقدمة للكيمياء التحليلية، راح نفهم بها أهم الكونسبتس أو الأفكار أو الأشياء الأساسية يلي راح نستخدمها بمادة الكيمياء التحليلية، وكل اللي راح ناخذه بمحاضرتنا اليوم راح تكون عبارة عن ثوابت لا تتغير، يعني كل معلومة حناخذها اليوم هي معلومة ثابتة ما تتغير، تخليها ببالك من هنا لحد ما تتخرج بخير وسلامة. So first of all، بالبداية قبل لا نبلش راح نحكي على ال chemical composition of aqueous solution، يعني التركيب الكيميائي للمحاليل المائية. لما أقول aqueous solution أقصد بها محاليل مائية. خلونا نتفق بالبداية على أنه كل solution موجود حوالينا أو كل محلول موجود حوالينا يتكون من جزئين أساسيين. الجزء الأول اللي هو solvent أو اللي نسميه إحنا بالعربي المذيب، والجزء الثاني هو solute أو اللي نسميه المذاب. عادة السولفنت احنا متعودين عليه انه يكون عبارة عن ليكويد، وابرز مذيب موجود حوالينا هو المي الووتر. ممكن يكون الجزء الثاني اللي هو السوليوت ممكن يكون بالاشكال الثلاثة، يعني اشوفه ليكويد، اشوفه سوليد، واشوفه غاز. احنا متعودين انه دائما المذاب يكون مادة صلبة، مثلا اذوب ملح بالمي أو أذوب شكر بالماء. لا، ممكن يكون السوليوت عبارة عن ليكويد أو سوليد أو غاز. هاي نقطة. النقطة الثانية، لما أقول aqueous solution معناها أني مثبتة السولفنت يكون أو المذيب يكون عبارة عن water، وهو أكثر وأحسن أنواع المذيبات يلي موجودة حوالينا واللي هي أكثر مذيب نستخدمه إحنا بالكيمياء بشكل عام. So من أقول aqueous solution يعني هو عبارة عن محلول المذاب المذيب بي أو السولفنت يكون عبارة عن water. ليش دائما إحنا نستخدم الwater؟ لأنه بميزات. الميزة الأولى أنه هو most plentiful solvent، يعني متوفر حوالينا أكثر solvent موجود حوالينا ممكن أحصل عليه بسهولة، أبسط شيء أفتح الحنفية أحصل عليه. It's easily purified، ممكن بسهولة أنه أسوي نقي أو أنقي أتخلص من الشوائب اللي موجودة بي. And is not toxic، يعني ما راح يكون مؤذي أو يسبب فت سمية معينة لأي كائن حي، إنسان، حيوان أو نبات. So it is widely used as a medium for chemical analysis، مثل ما قلنا إحنا نستخدمه أكثر شيء بالكيمياء كوسط لإذابة المواد. زين، هسه خلصنا من السولفنت وثبتنا السولفنت اللي هو عبارة عن water. What about solutes اللي هي المادة المذابة؟ احنا اتفقنا ان solutes ممكن تكون liquid، ممكن تكون solid، ممكن تكون gas. هسه اليوم احنا راح نحكي على solutes بشكل عام بغض النظر عن حالتها الفيزيائية. So لما اجيب solutes واذوبه بالمي ممكن انه احصل على نوعين من المواد المذابة، ممكن تكون عبارة عن الكترولايت وممكن تكون عبارة عن نان الكترولايت. تمام، يعني هسه السوليوتس عندي منها نوعين، ممكن يكون الكترولايت ممكن يكون نان الكترولايت. بالبداية خلونا نفتهم شنو معنى الكترولايت. الكترولايت هي عبارة عن سوليوتس which form ions when dissolved in water or certain other solvents، يعني بالتالي produce solutions that conduct electricity. يعني شنو؟ يعني من أجيب هذا solute شو وقت أقول عليه الكترولايت
لما أجيبه وأذوبه بالمي أو في مذيب آخر راح ينطيني أيونز، يعني يتأين إلى جزئين، جزء موجب يكون positively charged وجزء سالب يكون negatively charged. بالمحصلة حينطيني محلول قادر على نقل الكهرباء، can conduct electricity أو نقل الكهربائية. إذن إيش وقت أقول على السوليوت إنه هو الكترولايت؟ يعني لما أجي أذوبه بالمي ينطيني أيونات موجبة وأيونات سالبة، والسوليوشن الناتج أو المحلول الناتج قادر على توصيل الكهرباء. من هنا هاي الالكترولايت راح أقسمها إلى ثلاث أقسام أو قسمين أساسيين. القسم الأول اللي هو السترونج الكترولايت، والقسم الثاني هو الويك الكترولايت. مثل ما نتوقع من الاسم، السترونج الكترولايت هي عبارة عن الكترولايت that ionized completely in a solvent، يعني من أجيب هذا السوليوت وأذوبه بالمي كله راح يتأين، ما راح يبقى أي جزء من عنده غير متأين، فهذا أقول عليه strong electrolyte. The weak electrolyte هو عبارة عن solute that ionize only partially، يعني جزء من عنده راح يتأين وينطيني negative charge و positive charge، وجزء من عنده راح يبقى مثل ما هو. النتيجة أنه solution أو المحلول الناتج من weak electrolyte will not conduct electricity as well as solution containing equal concentration of strong electrolyte. يعني المحلول الناتج من الويك الكترولايت ما راح ينقل الطاقة الكهربائية بنفس كفاءة السترونج الكترولايت بمحلوله في حال لو استخدمت كميات متساوية. يعني لنفرض أنه أنا جبت 10 غرام من مادة سترونج الكترولايت وعشرة غرام من مادة ويك الكترولايت وذوبتهم بنفس السولفنت اللي هو الووتر، العشرة غرام من الويك الكترولايت ما راح تنقل لي الطاقة الكهربائية بنفس الكفاءة يلي يسويها عشرة غرام of strong الكترولايت، فهذا هو المقصود. إذن simply لما أقول على مادة أنه هي strong electrolyte معناها it fully dissociate in water، يعني تتأين أو تتفكك بشكل كامل في الماء. مثال على strong electrolyte هاي لازم نعرفها، نوعا ما لازم تحفظها لأنه هي أساس حتبقى عندك منها لحد ما تتخرج، هي هاي strong electrolyte. مثل منه؟ مثل عندي sodium hydroxide اللي هو NaOH، عندنا الصوديوم كلورايد اللي هو الـ NaCl يعني الملح اللي احنا نستخدمه بالبيت، وعندنا الهيدروكلوريك أسيد اللي هو حامض الهيدروكلوريك الـ HCl. Then what about weak electrolyte؟ weak electrolyte يعني incompletely dissociate in water، ما راح تتفكك كلها بشكل كامل بالماء. مثل ما نشوف احنا بالرسم اللي مقابلنا، مثلا عندي هذه الجزيئة بقت مترابطة، هاي الجزيئة بقت مترابطة، بينما هاي الجزيئة تفككت إلى جزء موجب وجزء سالب، فهذا حقول عليه weak electrolyte. المثال على weak electrolyte عندنا mainly الwater H2O، لأنه جزء من أحط water ويا water، جزء من عنده راح يتفكك وجزء من عنده راح يكون بشكل الجزيئة H2O. عندنا الأسيتيك أسيد اللي هو حامض الخليك CH3COOH، وعندنا الأمونيا اللي هو NH3، ذولا كلهم weak electrolyte. هذولا اثنيناتهم أسميهم electrolytes، ليش؟ لأنهم بالمحصلة النهائية حينطوني solutions قادرة على نقل electricity. What about non-electrolyte؟ non-electrolyte أبد ما تتفكك ولا تتأين بالووتر. إذا لاحظ هنا بالرسم كل هالموليكيولز بقت مثل ما هي ما تفككت، وبالتالي ما راح تنطيني solvents أو solution قادر على نقل الالكتريسيتي. مثال على النان الكترولايت شنو؟ عندنا الشوغر اللي هو الشكر، الالكحول، والأويلز بشكل عام اللي هي الزيوت. إذن تخلي ببالك من هسة أنه الملح اللي هو الصوديوم كلورايد من أذوبه بالووتر حينطيني strong electrolyte السلوك مالته، بينما الشكر لما أذوبه بالووتر
السلوك مالته راح يكون نان الكترولايت. زين، هذه بعض الأمثلة يلي نخليها ببالنا، يستحسن أنه نحفظها أو نخليها ببالنا لأنه راح تجينا مننا لحد نهاية الكورس مال analytical chemistry. هذا أساسك، يعني أنت لازم تعرف هذا strong ولا weak ولا non-electrolyte. فمثال على strong electrolyte مثلا، ممكن القسم الأول مثال من inorganic acid اللي هي أحماض غير عضوية، مثل منه؟ مثل حامض النتريك الـ HNO3، ال HCl، ال H2SO4، HI، HBr. هاي كلها شنو؟ هذه كلها أحماض غير عضوية. الأحماض غير العضوية mainly تكون strong electrolyte، ما عدا some inorganic acid اللي هي ال H2CO3 حامض الكربونيك وال H2S، هذولا راح يكونون weak electrolyte. فإحنا نخلي ببالنا أنه ال H2S وال H2CO3 هم weak electrolyte، بقية الأحماض غير العضوية المعروفة هي strong الكترولايت. ثانيا، ممكن يكون عندي من ناحية الألكايلي أو القواعد، يعني المواد القاعدية، and alkaline earth hydroxides، يعني اللي بيها مثلا hydroxides مثلا NaOH KOH and so on. مثل منه؟ عندنا NaOH KOH الكالسيوم هيدروكسيد. هذه كلها أمثلة على strong الكترولايت وهي بنوعها راح تكون الكايلي. تمام، هاي من ناحية القواعد. من ناحية الأملاح نمبر 3، معظم الأملاح اللي معروفة تكون عبارة عن strong الكترولايت، مثلا NaCl KNO3 K2SO4. إذن هسه من الحوامض صار عندي الأحماض غير العضوية هي strong الكترولايت، صار عندي الهيدروكسيدز بشكل عام من القواعد هي strong الكترولايت، وصار عندي معظم الأملاح هي strong الكترولايت. إيش بقينا للويك الكترولايت؟ معدودات نعرفهم. عندي قلنا اتفقنا الانorganic acid اللي هي ال H2CO3 أو ال H2S. الموست organic acid، organic acid اللي هي الأحماض العضوية. يعني شنو الأحماض العضوية؟ يعني اللي الجزء الأساسي من تركيبها هو hydrocarbon، كربون، هيدروجين، أتومز. إذن معظم الأحماض العضوية واللي المثال عليها الformic acid مثلا ال HCO3 أو قلنا ال citric، sorry، ال CH3COOH اللي هو حامض الخليك. تمام، اتفقنا أنه هذولا weak electrolyte. إذن خلي ببالنا الأحماض العضوية كلها هي عبارة عن weak electrolyte. نضيف لها الهالايدز. شنو هي الهالايدز؟ هي الهالوجينات يلي هما الكلور، الفلور، البروم، اليود. الهالايد عندي السيانايد، السيانايد اللي هو عبارة عن CN. زين، عندي الثايوسيانايد اللي هو SCN. هذول كلهم يكونون weak electrolyte of what؟ of mercury, zinc and cadmium. يعني لما يكون المركري والزنك والكادميوم بشكل ثايوسيانايد أو سيانايد أو هالايد، مثلا ZnCl، ZnBr، HGI، هذولا كلهم شاقول عليهم؟ أقول عليهم weak electrolyte. إضافة إلى هذا، عندي الأمونيا هو أبرز weak electrolyte and most organic base. نرجع على سالفة الأورجانيك اللي هي عبارة عن قواعد عضوية. القواعد العضوية يعني يكون الكربون هيدروجين تركيب أساسي ببنيتها الكيميائية. إذا نتفق من هسه أنه معظم الأورجانيك أسيد وبيس هي عبارة عن ويك الكترولايت، بينما معظم الإنأورجانيك أسيد وبيس وسالتس هي عبارة عن سترونج الكترولايت. زين، هسه بعد ما افتهمنا مفهوم السوليوشنز راح نجي ناخذ مفهوم اخر اللي هو الاسيد اند بيسز. اسيد احنا نعرف انه هي عبارة عن احماض، والبيسز هي عبارة عن قواعد. ايش وقت اقول على هذه المادة انه هي حامضية
وش وقت أقول إنه هي قاعدية. المرجع بهذه النقطة حيكون برونستيد-لوري ثيوري أو نظرية برونستيد-لوري. شو يقول؟ يقول أنه يعني مختصر مفيد، أقول على المادة أنه هي حامضية لما تكون بروتون دونر، وأقول على المادة أنه هي قاعدية لما تكون بروتون أكسبتر. شنو أقصد بالبروتون؟ أقصد بالهيدروجين. أوكي، هذا هو البروتون اللي أقصد عليه آني. إذن المادة اللي هي بروتون دونر يعني عندها القابلية أنه تمنح الهيدروجين أقول عليها هي حامضية، بينما المادة اللي هي بروتون أكسبتر يعني عندها القابلية أنه تستقبل بروتون من مادة أخرى أو تستقبل هيدروجين من مادة أخرى أقول عليها هي بيس أو مادة قاعدية. بس نخلي بالنا نقطة مهمة، يقول لك for a molecule to behave an acid it must encounter a proton acceptor or a base. يعني المادة لما تكون هي وحدها أنا حاطتها بعلبة ما رح تسلك سلوك حامض أو سلوك قاعدة. ليش؟ لأن السلوك الكيميائي هذا يتطلب وجود البارتنر الثاني أو الجزء الثاني المكمل له. يعني الأسيد حتى يتصرف كأسيد لازم يكون أكو يا بيس في الوسط، والبيس حتى يتكون أو يتصرف كبيس لازم يكون ويا أسيد في نفس الوسط. أنا أسميها هاي قاعدة نكون أو لا نكون، يعني أما يكونون موجودين سوية أو ما يكون موجود ولا واحد من عندهم. إذن حتى مادة يكون سلوكها سلوك حامضي لازم يكون أكو وياها مادة سلوكها سلوك قاعدي، أو بشكل آخر حتى المادة يكون عندها قابلية أنه تمنح بروتون لازم يكون وياها بالوسط مادة ثانية إلها القابلية أنه تستقبل هذا البروتون. إذن القاعدة الذهبية يلي راح نحفظها شو تقول؟ تقول an acid donate proton only in the presence of proton acceptor. يعني الحامض ينطي البروتون مالته أو الهيدروجين فقط بوجود مادة ممكن تستقبل هذا الهيدروجين يلي هي البيس، ونفس الشيء البيس accept proton only in the presence of proton donor. يعني القاعدة تستقبل بروتون أو هيدروجين فقط بوجود مادة إلها القابلية على إعطاء هذا الهيدروجين يلي هو الأسيد. قلنا إحنا نسميها قاعدة نكون أو لا نكون، يعني إما نكون سوية أو اثنيناتنا ما راح نكون موجودين بالأساس. زين، هذا توضيح لقاعدة برونستيد-لوري. يقول لك مثل ما قلنا أنه الأسيد اللي هو عبارة عن هيدروجين دونر راح يسلك هذا السلوك بوجود جزء آخر في وسط التفاعل act as hydrogen acceptor. مثلا عندنا المثال هنا الووتر. ليش؟ لأنه هذا HCl تمام، وهذا water H2O. لما الـ HCl راح يفقد مالته الهيدروجين راح ينطيها للووتر، فيتحول عندي الووتر إلى H3O. ليش؟ لأنه استقبل هيدروجين، والـ HCl يتحول إلى كلور وحدة في وسط التفاعل. نفس الشيء لما يكون عندي مادة قاعدية اللي هي بيس تشتغل as a proton acceptor راح تسلك هذا السلوك فقط في وجود مادة ثانية في وسط التفاعل تسلك سلوك حامضي وأجين اللي هي الووتر. مثلا عندي الـ NH3 إلى القابلية أنه يستقبل بروتون من منه؟ من الووتر اللي موجود في وسط التفاعل، فيتحول هذا الووتر إلى OH لأنه راح يفقد هيدروجين، بينما NH3 راح يستقبل هذا الهيدروجين ويتحول إلى NH4. الملاحظة اللي راح نأخذها من هذا الرسم هو شنو؟ أن الووتر ممكن أنه يسلك سلوك حامض وممكن أن يسلك سلوك قاعدة، يعني ممكن يكون أسيد ممكن يكون بيس بالاعتماد على المادة الثانية يلي موجودة في وسط التفاعل. هسه احنا افتهمنا شنو اسيد وشنو بيس، لكن قلنا الاسيد حتى يكون اسيد لازم يكون وياه في وسط التفاعل بيس، والبيس حتى يكون بيس لازم يكون وياه في وسط التفاعل اسيد. هاي اتفقنا عليها.
الشغلة الثالثة اللي حنتفق عليها اليوم أن وجود الكونجوكيت أسيد أو كونجوكيت بيس همنا في وسط التفاعل، وهذه تعتبر ميزة من ميزات البرونستيد لوري كونسبتس، هي فكرة أن المادة الناتجة من تفاعل الحامض ويا القاعدة راح يكون عبارة عن conjugated acid and base، يعني من يكون عندي مادة حامضية تنطي بروتون أو هيدروجين إلى بروتون acceptor يلي هو قاعدة، هذا المادة الحامضية يلي فقد الالكترون مالته itself راح يتحول إلى بروتون acceptor، وهذا البروتون acceptor أسميه conjugated base of the parent acid. يعني لما يكون عندي أسد وأنطي رمز أسد رقم واحد راح ينطي البروتون مالته أو يفقد البروتون مالته. المادة الناتجة من فقدان البروتون مادة أسميها base one. ليش قلت عليها base؟ لأن المادة اللي حتنتج itself حيكون إلها القابلية أنه تسلك سلوك بروتون acceptor، يعني الأسد اللي هو كان بالبداية as a proton donor، وفعلا هو بالتفاعل طلع البروتون مالته بشكل منفصل، يعني حرر البروتون. أسد ناقصا بروتون راح يكون الناتج مالتي بيس اللي هو بروتون acceptor. أوكي؟ يعني كل أسد يفقد البروتون مالته يتحول إلى conjugated base or proton acceptor. والعكس صحيح، يعني لما يكون عندي مادة base في وسط التفاعل وتستقبل بروتون من مادة ثانية itself راح تتحول إلى أسد قادر على فقدان البروتون. يعني احنا قلنا انه المادة الاسيدك لما تفقد البروتون راح تنطيني مادة بيس، هذا شو اسميه؟ اسميه conjugate acid base pair or conjugate pair. زين البيس هذا اللي طلع لي من التفاعل اذا رجع استقبل بروتون راح ينطيني conjugate acid، يعني لما يكون عندي بيس في وسط التفاعل الشيء اللي يميزه هو عبارة عن بروتون اكسبتر، وجاء بروتون في وسط التفاعل راح يتحول إلى مادة تعتبر أسيدك. ليش؟ لأنه راح يتحول إلى بروتون دونر. هذا شو أسميه؟ أسميه أسيد بيس كونجوكيت أور كونجوكيتد بير. أوكي. الأوفرول النتيجة الأوفرول لهذه العملية إحنا قلنا المحصلة أنه كل أسيد راح ينطيني conjugated base وكل base راح ينطيني conjugated acid. أوكي. زين المحصلة في وسط التفاعل لما أجيب أسيد وأخلي وياه base، الأسد هذا مالتي راح يفقد بروتون ويتحول itself إلى base، بينما البيس اللي كان في وسط التفاعل راح يكتسب البروتون ويتحول itself إلى أسد. هذه الفكرة كلش ضرورية أن نفهمها. كل أسد وبيس لما راح يتفاعلون الأسد راح يسلك سلوك بروتون دونر، لما راح ينطي الهيدروجين مالته راح يتحول إلى conjugated base، بينما البيس اللي هو بالأصل موجود في وسط التفاعل لما راح يستقبل البروتون من المادة الأسيدك راح يتحول itself إلى أسيد قابل أنه يسلك سلوك البروتون دونر، أسميه conjugated conjugated base. So هذه شو اسميها الاوفرول؟ يقول when these two processes are combined the result is an acid base reaction
or neutralization تعادل. ليش تعادل؟ لأنه طرفي المعادلة متعادلين، منا عندي acid base ومنا عندي acid base، فهاي شو أسميها؟ أسميها neutralization. وما ننسى أن المادة حتى تسلك سلوك acid فقط بوجود base and vice versa، بالعكس المادة حتى تسلك سلوك base لازم يكون في وجود الأسيد. معظم السولفنتس أو المذيبات راح تسلك سلوك بروتون دونر أو بروتون أكسبترز مثل ما قلنا، وبالتالي can induce basic or acidic behavior when solutes dissolved in them. مثل ما أخذنا حالة الووتر قبل شوية، لما قلنا أن الووتر ممكن يسلك سلوك أسيد دونر أو بروتون دونر يعني أسيد، أو بروتون أكسبتر يعني بيس، حسب ما أغير نوع السوليوت يلي دا أذوبه بي. زين، for example بالأكيوس solution of ammonia، من قلت أكيوس solution معناها السولفنت عندي هو الووتر، وده يقول أمونيا معناها الأمونيا راح تمثل لي السوليوتس. زين، إذن صار عندي NH3 وصار عندي ووتر، الووتر راح يسلك سلوك بروتون دونر، يعني راح ينطي البروتون مالته للأمونيا. ما طول بروتون دونر يعني راح يسلك سلوك مادة حامضية بسبب وجود السوليوت اللي هو NH3 يلي هو بيسك. فإذا هذا H2O راح يفقد الهيدروجين مالته وينطي للأمونيا، يتحول الأمونيا إلى NH4 ويتحول الووتر إلى OH. تمام؟ إذا بديت التفاعل آني مالتي بال NH3 اللي هو عبارة عن مادة قاعدية. ما طول ال NH3 مادة قاعدية، لما أجي أذوبه بالمي قلنا المي إيش راح يسلك؟ سلوك حامضي. ليش؟ لأنه آني ذوبت بيه مادة قاعدية. زين، الووتر راح ينطي الهيدروجين مالته للأمونيا ويتحول itself إلى conjugated base. قلنا كل أسيد ينطي conjugated base، تمام؟ فيتحول إلى OH، بينما الأمونيا راح تستقبل هذا الهيدروجين وتتحول إلى NH4 اللي هو conjugated acid المقابل. ليش؟ لأنه قلنا كل base تتحول إلى conjugated acid. So the ammonia react with water to give the conjugated acid ammonium ion اللي هو ال NH4 and the hydroxide ion يلي هو ال conjugated base of the acid water. أعتقد الكونسبت هسه واضح، أنه أنا لما أجيب أذوب مادة قاعدية بالمي، هذا المي راح يسلك سلوك حامضي، يفقد البروتون مالته ويتحول إلى conjugated base اللي هو الhydroxide ion، وبينما المادة الثانية اللي هي قاعدية بالأصل راح تستقبل هذا الهيدروجين وتتحول إلى conjugated acid. بينما إذا جبت مادة حامضية وذوبتها بالمي مثل الـ aqueous solution of nitrous acid، النيتروس أسيد اللي هو HNO2 ما طول aqueous solution، إذن solvent مالتي حيكون عبارة عن water والنيتروس أسيد راح يمثل لي السوليوت. إحنا نعرف أنه HNO2 هي مادة حامضية، رأسا أعرف أن الووتر راح يسلك سلوك قاعدي. إذن لما يكون عندي ووتر و HNO2 هذا راح يفقد الهيدروجين مالته للووتر ويحوله إلى H3O، بينما هو راح يتحول إلى NO2. إذن حيكون عندي الـ HNO2 كمادة حامضية، قلنا رأسا أعرف أن الووتر راح يسلك سلوك قاعدي. تجي المادة الحامضية تفقد البروتون مالتها وتنطي للووتر وتتحول إلى الـ conjugated base، بينما الووتر راح يستقبل هذا البروتون ويتحول إلى الconjugated acid اللي هو H3O. So the conjugated base of the acid HNO2 هو النيترايت ايون اللي هو هذا،
and the conjugate acid of water هو الهايدريتد بروتون أو أسميه الهيدرونيوم أيون يلي أكتبه بشكل H3O وأكو بوزيتيف تشارج. هذا H3O هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن مولكيول of water مرتبطة بها ذرة هيدروجين، فهذا أسميه هيدرونيوم أيون. إذا نستنتج من هذا كله أن الووتر ممكن أنه يسلك سلوك حامضي وينطيني الكونجوكيتد بيس اللي هو OH، وممكن أنه يسلك سلوك قاعدي وينطيني الكونجوكيتد أسيد اللي هو H3O أو الهيدرونيوم أيون. زين، هذه الظاهرة شا سميها؟ يعني من يكون عندي مذيب يسلك سلوك حامضي أو سلوك قاعدي، يقول لنا أن السولفنس أو المواد المذيبة يلي تسلك سلوك حامضي in the presence of basic solute وتسلك سلوك قاعدي in the presence of acidic solute شا سميها؟ أسميها amphiprotic solvents. هذا المصطلح كلش مهم أنه تعرفه. شنو يعني amphiprotic solvents؟ هي عبارة عن مذيبات تسلك سلوك حامض بوجود مذيب أو مذاب قاعدي، وتسلك سلوك قاعدة بوجود مذاب حامضي. مثال على amphiprotic solvent هو الووتر، هو الكلاسيك solvent of amphiprotic solvent، لأن قلنا أنه ممكن يسلك سلوك أسيد إذا كان المذيب المذاب مالتي قاعدي مثلا الـ NH3، وممكن أنه تسلك سلوك بيس إذا كان المذاب مالتي حامضي مثلا الـ HNO2. زين، مثال آخر على الـ amphiprotic solvent يقول لنا مثلا الميثانول اللي هو عبارة عن كحول الميثان، إيثانول اللي هو كحول الإيثان، and anhydrous acetic acid. أوكي، من أقول anhydrous يعني مجفف أو لا يحتوي على ذرات ماء، فإذا anhydrous acetic acid أيضا ممكن يسلك سلوك amphiprotic solvent. مثلا خلينا نأخذ مثال، أغير الووتر، ما أسوي المذيب مالتي ووتر، أسوي مثلا ميثانول اللي هو CH3OH. لما أجيب هذا الميثانول وأذوب ب مرة راح أذوب ب أمونيا اللي هي NH3، ومرة راح أذوب ب HNO2 اللي هو النيتريك أسيد. إحنا نعرف أن الأمونيا هي مادة قاعدية، فمن أجي أذوبها بالميثانول رأسا راح أعرف أن الميثانول راح يسلك سلوك حامضي، فإذا راح ينطي الهيدروجين مالته للأمونيا ويتحول إلى الكونجوكيت بيس، بينما الأمونيا راح يستقبل البروتون ويتحول إلى كونجوكيت أسيد. والعكس صحيح، إذا جبت نيتريك أسيد وذوبته بالأمونيا فأعرف أنه هو راح يكون أسيد، بالتالي المذيب مالتي راح يسلك سلوك بيس، راح ينطي النيتريك أسيد الهيدروجين مالته للميثانول ويحوله إلى الكونجوكيتد أسيد، بينما هو النيتريك أسيد راح يتحول إلى الكونجوكيتد بيس. زين، هذا كان الأمفيبروتيك سولفنت. أكو شيء آخر أو مصطلح آخر نسميه الأوتو بروتوليسيز. كلمة أوتو يعني شنو؟ يعني شيء ذاتي، تمام؟ يعني ماكو شيء غريب دا يسبب الظاهرة معينة دا تصير. فأوتو بروتوليسيز هي عبارة عن عملية مميزة للأمفيبروتيك سولفنت undergoes self-ionization or autoprotolysis to form a pair of ionic species. يعني هو نفس الأمفيبروتيك سولفنت حجيب جزيئتين من عنده وأخليهم بوسط تفاعل واحد، ش راح يصير؟ واحدة من الجزيئات راح تسلك سلوك قاعدة وواحدة من الجزيئات راح تسلك سلوك حامض. هذا ش أسميه؟ أسميه self-ionization or autoprotolysis. مثال، إذا أجيب ذرة مي ويا ذرة مي، ش يصير؟ autoprotolysis. واحد من عندهم راح يسلك سلوك حامض وواحد من عندهم راح يسلك سلوك قاعدة.
الحامض ايش راح يسوي؟ راح ينطي البروتون مالته للقاعدة ويتحول إلى الكونجوكيت بيس اللي هو الأوج، بينما الحامض راح سوري القاعدة راح تستقبل البروتون وتتحول إلى الكونجوكيت أسيد اللي هو ال H3، هاي هنا H3O. تمام، هذا الووتر. إذا أخذ ميثانول شي يصير؟ نفس الشي، واحد من عندهم راح يسلك سلوك أسيد وواحد من عندهم راح يسلك سلوك بيس. راح يجي الأسيد ينطي البروتون مالته للبيس ويتحول هو إلى الكونجوكيتد بيس اللي هو هذا، والبيس الذرة الثانية اللي هي بيسك راح تستقبل البروتون وتتحول هي إلى الكونجوكيتد أسيد اللي هي CH3OH2. تمام، نفس الشيء لما يكون عندي 2 مولكيولز من الأسيتيك أسيد، هذه راح تسلك سلوك حامض وهاي راح تسلك سلوك قاعدة. لما تسلك هذه سلوك حامض راح تنطي البروتون مالتها للقاعدة وتطلع هي بشكل conjugated base. القاعدة راح تستقبل البروتون وتتحول إلى الconjugated acid. نفس الشيء إذا فعلت NH3 أمونيا ويا NH2 يلي هو الأمين، أني أمين جروب، إيش راح يصير؟ همينا راح يصير self ionization بحيث راح تتحول إلى ال NH4 يلي هو الأمونيوم أيون وتنطيني ال conjugated acid and conjugated base المقابل. أوكي، فهذه شو نسميها؟ نسميها autoprotolysis or self ionization، يعني راح أجيب 2 molecules من نفس المادة من نفس التركيب الكيميائي، فراح يكون عندي واحد من عندهم يسلك كسلوك قاعدة وواحد من عندهم راح يسلك كسلوك بيس. زين، إذا نعرف عملية الأوتوبروتوليسيس، نقول هي عملية نقل بروتون between two identical chemical species to form the ionized form. هي عملية نقل بروتون ما بين جزيئتين يكونون identical متماثلتين to form the ionized form. كان المثال مالتنا هو جزيئتين من الووتر H2O ويا H2O، واحد من عندهم راح يسلك سلوك حامض ينطي للجزيئة الثانية ويتحول إلى conjugate base اللي هو OH، والثانية راح تستقبل هذا الهيدروجين وتتحول إلى الكونجوكيت أسيد اللي هو الـ H3O. زين، The extent to which water undergoes autoprotolysis at room temperature is slight. يعني الووتر بدرجة حرارة الغرفة عملية البروتوليسيس مالته حتكون قليلة، بالتالي الهيدرونيوم أيون اللي هو الـ H3O والهيدروكسيد أيون اللي هو الـ OH concentration in pure water is only about 10^7 مولاري، يعني 0.0001. أوكي، هل قد حيكون تركيزه في وسط الـ water؟ ليش؟ لأنه at room temperature، فتركيز الهيدروكسيد أيون والهيدرونيوم أيون حيكون كلش قليل. لكن على الرغم من أن هذه التراكيز هي تراكيز قليلة، but this dissociation reaction is of importance in understanding the behavior of aqueous solution. يعني هذا الشيء اللي دي يصير راح يفيدنا حتى نفهم سلوك المحاليل المائية. زين، نجي هسه حتى نفهم سلوك المحاليل الكيميائية لازم يكون عندي فد باراميترز أو مقاييس لقياس هذا السلوك. أول شيء راح نتعلم شلون نقيس الأيون
product constant for water وحنتعلم شلون نقصد ال pH calculation. First of all, شنو أقصد بمصطلح ال pH؟ إذا سامعين بي ال pH هو مقياس لمدى حامضية الوسط الكيميائي، تمام؟ كل ما يكون الـ pH ما بين الواحد والأربعة أو الواحد والخمسة حقول عليه أنه هو وسط كيميائي حامضي أو أسيدك. كل ما يكون الـ pH من الثمانية إلى الدعش أو الاثنعش فراح أقول عليه أنه هو وسط قاعدي or basic. لما يكون حوالين السبعة معناها هو وسط متعادل أو neutral. أوكي؟ زين، هذا الـ pH. قلنا إحنا أنه الـ aqueous solution أو المحاليل المائية حتحتوي على تراكيز قليلة من الهيدرونيوم أيون والهيدروكسيد أيون، أوكي؟ لأنه إحنا قلنا بدرجة حرارة الغرفة الـ dissociation reaction اللي حيصير ما بين two molecules من الووتر حتكون كلش قليلة وبتراكيز قليلة، لكن هذا لا يمنع أنه هو يصير. شلون أعبر عن هذا الـ dissociation reaction بتفاعل كيميائي؟ هو هذا، أنه أنا عندي two molecules من الووتر، واحدة من عندهم راح تسلك سلوك حامض تنطي الهيدروجين مالتها تتحول إلى conjugated base اللي هو الهيدروكسيد، والثانية راح تستقبل هذا البروتون وتتحول إلى conjugated acid اللي هو H3O. هذه المعادلة ثابتة أسميها الـ dissociation reaction of the water بداخل الـ aqueous solution. زين، كل تفاعل مهما كان تافه وبطيء وما يصير هواية فأقيسه بـ rate constant أو ثابت تفاعل أسميه K. زين، احنا نعرف انه كل K أو كل ثابت تفاعل شلون أقيسه؟ هو عبارة عن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، تمام؟ مرفوعة للأس N. الأس N شي يمثل لي؟ يمثل لي عدد الجزيئات الداخلة في التفاعل. أوكي؟ زين، بالتالي لما أجي أشوف الإكوليبريوم كونستانت أو ثابت الاتزان أو ثابت التفاعل لهذا التفاعل راح يمثل لي، قلنا K هو عبارة عن تركيز النواتج. النواتج بهذا التفاعل شنو؟ هو عبارة عن هيدرونيوم أيون، إذا تركيز الهيدرونيوم، وهيدروكسيد أيون، إذا تركيز الهيدروكسيد، مرفوعة لأس يمثل عدد الجزيئات الداخلة أو الخارجة من التفاعل، واللي هي بهذا التفاعل حتكون واحد، فإذا راح أرفعها للأس واحد على تركيز المتفاعلات. تركيز المتفاعلات اللي هو عندي فقط جزيئتين من الووتر، ما إذا مرفوعة للأس اثنين. ليش؟ لأنه عندي جزيئتين من الووتر داخلة في وسط التفاعل. فهذه هي معادلة ثابت الاتزان للـ dissociation reaction of the water. زين، بما أنه تركيز الووتر بالديليوت aqueous solution is enormous، شنو أقصد بالإنورمس؟ يعني يكون هو الغالب أو تركيز هائل أو تركيز كبير. إذن عادة تركيز الووتر كسولفنت بالديليوتد aqueous solution يعني المحاليل المائية المخففة حيكون تركيز عالي إذا ما قارنته ويا تركيز الهيدرونيوم أيون والهيدروكسيد أيون. So راح نعتبر تركيز الووتر مرفوع للأس 2 as a constant. هذا فتشي بالكيمياء احنا دائما نستخدمه. لما يكون عندي مادتين في وسط التفاعل، المادة A والمادة B، أدخل المادة A بتركيز عالي مثلا 10، وأدخل المادة B بتركيز قليل مثلا نص، من أجل أقارن تركيز الـ A ويا تركيز الـ B ماكو مجال للمقارنة. تركيز الـ A حوالي 10 أضعاف أو 20 ضعف تركيز الـ B، بالتالي يعتبر تركيز A
ثابت نسبياً في وسط التفاعل لأنه كميته كلش 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 أكثر من المادة الثانية. فهنا نفس الفكرة، يقول أنه تركيز الماء في وسط التفاعل راح أعتبره ثابت. فش راح نسوي؟ هذه المعادلة مالت ثابت الاتزان راح نضرب طرفين في وسطين. فش راح يصير؟ يصير K في تركيز الووتر، يعني هيش راح نكتبها K في تركيز الووتر مرفوع للأس 2 يساوي تركيز الهيدرونيوم في تركيز الهيدروكسي. زين، الشغلة الثانية الثابتة بالرياضيات أنه لما يكون عندي ثابت مضروب في ثابت راح ينطيني ثابت جديد، تمام؟ فبما أنه عندي الـ K هو reaction equilibrium constant هو ثابت وتركيز الووتر في وسط التفاعل هو أيضا ثابت، إذن ثابت في ثابت راح ينطيني ثابت جديد أسميه KW. KW يعني equilibrium constant of water. إذن KW يساوي تركيز الهيدرونيوم أيون مضروبا في تركيز الهيدروكسيد. هذا القانون نحفظه لأنه هو قانون ثابت راح نستخدمه مننا لحد ما نتخرج. هذا KW قلنا راح نسميه the ion product constant of water أو equilibrium constant of water. زين، هسه هذه المعادلة اللي قلنا راح نحفظها راح أكمل بها اشتقاق. ايش راح أسوي؟ راح ناخذ سالب لوغاريتم الطرفين، يعني KW يساوي تركيز الهيدرونيوم في تركيز OH. زين، من سأخذ سالب لوغاريتم الطرفين ايش راح يصير؟ سالب لوغاريتم KW يساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدرونيوم زائد سالب لوغاريتم تركيز الهيدروكسيد. ليش؟ لأنه كل ضرب لما أحوله إلى لوغاريتم راح يتحول إلى جمع. بما أنه أنا ماخذ سالب لوغاريتم فحيصير زائد ناقص لوغاريتم الهيدروكسيد موجب في السالب يعني سالب. إذن القانون النهائي راح يكون أنه سالب لوغاريتم KW يساوي سالب لوغاريتم الهيدرونيوم ناقصا لوغاريتم الهيدروكسيد. زين، أنا عندي قانون بالكيمياء يقول سالب لوغاريتم لأي شيء اللي هو الA راح يساوي لي B لهذه الA. أوكي، هذه ثابتة، سالب لوغاريتم لأي قيمة راح تساوي لي P لهذه القيمة. البي قلنا هي مقياس. So من أقول سالب لوغاريتم H يعني هي عبارة عن PH، من أقول سالب لوغاريتم OH يعني هي عبارة عن POH، من أقول سالب لوغاريتم KW إذن هي عبارة عن PKW. أوكي، إذن هذا القانون راح يتحول إلى الصيغة النهائية اللي تقول أنه PKW تساوي PH لوسط التفاعل زائدا POH لوسط التفاعل. شرط هذا القانون أطبقه عند 25 درجة سيليزية فراح يطلع الـ PKW يساوي 14. زين، إذن المختصر كله هذا الحكي أنه الـ concentration of hydronium ion in a solution of an acid in water حيكون كلش عالي، بينما الـ concentration of hydroxide ion in a solution of base in water حيكون كلش عالي. ليش؟ احنا من أخذنا الـ aqueous solution of water زائدا water قلنا هذا التفاعل بدرجة حرارة الغرفة حينطيني H3O وOH لكن بكميات كلش قليلة. شي يصير إذا حطيت water وأسيد أو water وبيس؟ إذا حطيت water ويا أسيد
هذا راح ينطي كميات هائلة من الهيدروجين للووتر ويحوله إلى H3O أو هيدرونيوم أيون. So the concentration of hydronium ion بمحلول الحامض بالماء حيكون عالي، أكثر من 1×10^7 مولاري. طبعا عالي بالمقارنة ويا منه؟ بالمقارنة ويا تركيز الهيدرونيوم أيون بمحلول الووتر إن ووتر. بينما لما أجيب بيس إن ووتر، هذا الووتر راح ينطي الهيدروجين للبيس بكميات هائلة ويتحول إلى OH بكميات أكبر، وبالتالي تركيز الهيدروكسيد أيون في وسط التفاعل لقاعدة مع ماء راح يكون أكبر من 1×10^7، يعني أكبر من تركيز الهيدروكسيد أيون الناتج من جزيئة ماء زائد جزيئة ماء. زين، إذن تركيز الهيدرونيوم أيون في محلول ممكن أن أعبر عنه عن طريق الـ pH of the solution. زين، ليش؟ لأنه إحنا قلنا الـ pH هي سالب لوغاريتم H، أو ممكن أكتبها pH يساوي سالب لوغاريتم هيدرونيوم أيون. ليش؟ لأن الهيدرونيوم أيون كتركيز راح يكافئ تركيز الهيدروجين أيون في وسط التفاعل. فإذن أقول pH يساوي سالب لوغاريتم H أو pH يساوي سالب لوغاريتم OH، هاي إذا أريد أعبر عن تركيز الهيدرونيوم أيون في محلول. بينما إذا أريد أعبر عن تركيز الهيدروكسيد أيون راح أعبر عنه ب pOH، فأقول pOH يساوي سالب لوغاريتم OH. زين، in pure water يعني جزيئة ماء زائد جزيئة ماء، ال pH يساوي 7 وال pOH يساوي 7. من جبناها؟ إذا تذكرون هسه لما حكينا على هذا القانون مال PKW، قلنا عند 25 سيليزي دائما ال PKW للووتر تساوي 14، تمام؟ هاي ال 14 منين جتي؟ جتي من pH زائد pOH، وقلنا للبيور ووتر ال pH تساوي 7، ال pOH تساوي 7، إذن ال PKW حتساوي 14. هذا يقودنا إلى استنتاج ثاني، أنه بالبيور ووتر تركيز أيونات الهيدروجين أو تركيز أيونات الهيدرونيوم أيون يساوي تركيز أيونات الهيدروكسيد. هاي وين؟ هاي in pure water تراكيزهم متساوية، إذن ال pH يساوي pOH، إذن ال pKW تساوي 14، تمام؟ فهذه هي مختصر للقوانين يلي كلها حكينا عليه قبل شوية. هذا القانون هو قانون حساب الـ pH ثابت لا يتغير، الـ pOH كذلك قانونها ثابت لا يتغير، والـ pH زائد pOH تساوي لنا pKW واللي هي تساوي 14 عند الـ 25 درجة سيليزية. الشيء اللي ممكن نستخدمه احنا حتى نتأكد من اجوبتنا، احنا مو قلنا pH يساوي سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين، اذا تركيز الهيدروجين عادة راح يساوي لنا 10 للأس سالب pH، يعني لما يكون pH الوسط الكيميائي يساوي 7، اتوقع انه تركيز ايونات الهيدروجين في وسط التفاعل هو 10 للأس سالب 7. ونفس الشيء بالنسبة للـ pOH، تركيز الهيدروكسيل راح يساوي 10 للأس سالب pOH، يعني لما يكون pOH لوسط تفاعل هو 4، أتوقع أنه تركيز أيونات الهيدروكسيل حتطلع لي حوالي 10 للأس سالب 4. زين،
هذا مختصر لكل الكلام يلي حكيناه قبل شوية من بداية المحاضرة إلى حد الآن. المادة حتى تكون أسيدك لازم المحلول مالتها تركيز أيونات الهيدروجين أعلى من تركيز أيونات الهيدروكسيد، بالبيسك لازم المحلول مالتها تركيز أيونات الهيدروجين أقل من تركيز أيونات الهيدروكسيد، أو ممكن أقول تركيز أيونات الهيدروكسيد أعلى من تركيز أيونات الهيدروجين. النيوترال هو شنو؟ يعني محلول تركيز أيونات الهيدروجين يساوي تركيز أيونات الهيدروكسيد، والمثال عليه هو البيور ووتر، والPH هو الميجر فور دي كونسنتريشن اوف هيدرونيوم ايون في محلول ما، بينما الPOH هو اللوغاريتميك ميجر اوف دي كونسنتريشن لتركيز الهيدروكسيل ايون في محلول ما. زين، حتى نوظف هذا الحكي اللي حكيناه كله على ارض الواقع راح نبلش ناخذ calculations أو مسائل كيميائية سريعة وخفيفة حتى نطبق بها القوانين يلي أخذناها. شي يقول احسب لي تركيز الهيدرونيوم أيون والهيدروكسيد أيون لبيور ووتر بدرجة حرارة 25 وبعدين بدرجة حرارة 100 سيليزي. أوكي، زين، إذن يريد تركيز الهيدروجين وتركيز الOH بالبيور ووتر، يعني عندي ووتر زائدا ووتر، أول شيء بدرجة حرارة 25 وثاني شيء بدرجة حرارة 100 درجة سيليزية. بما أنه الهيدروكسيل والهيدرونيوم جاية من تفكك الووتر، إذن معناها الكونسنتريشن راح يكون متساوي، وهذا شيء استنتجناه، قلنا في درجة حرارة الغرفة البيور ووتر راح يكون تركيز أيونات الهيدروجين مساوي لتركيز أيونات الهيدروكسيل. تمام، إذن بهذه الحالة الكي دبليو راح يساوي تركيز الهيدروجين مضروبا في تركيز الهيدروكسيل. أوكي، بما أنه تركيز الهيدروجين مساوي لتركيز الهيدروكسيل، فذولي ممكن أعبر عنهم مطال قيمتين متساويتين مضروبة في بعضها، ممكن أعبر عنها أنه H تربيع or OH تربيع. تمام، لأنه هي قيمة متساوية، يعني إذا كانت هذه 2 فإذا هذه 2، إذن 2 في 2 يساوي 4، وهي بنفس الوقت عبارة عن هيدروجين تربيع 2 في 2 و OH تربيع اللي هي 2 في 2. هاي فقط لتقريب الصورة. إذن بما أنه تركيز أيونات الهيدروجين مرفوعة للأس 2 راح تساوي تركيز أيونات الهيدروكسيل مرفوعة للأس 2، إذن KW ممكن أكتبها أنه هي عبارة عن OH تربيع، هاي وين؟ بس بالبيور ووتر، أور ممكن أكتب أنه KW تساوي عبارة عن هيدروجين أيون مرفوعة للأس 2. زين، إذا أخذ الجذر التربيعي للطرفين إيش راح يصير؟ راح يصير جذر KW يساوي تركيز الOH، وجذر KW يساوي تركيز الهيدروجين. صحيح؟ زين، نجي عند 25 درجة سيليزية. عند 25 درجة سيليزية قيمة الKW للووتر تساوي 1 في 10 للأس سالب 14. نسأل هاي منين جبناها؟ هاي أكو جداول خاصة للKW، ما راح نحفظها إحنا، هي تجيك ضمن السؤال، يعني يقول لك علما أن KW يساوي 1 في 10 أس سالب 14 عند 25 وKW عند 100 تساوي هالقد، فهي تجيك بالسؤال. إذن بما أنه KW آني جايتني بالسؤال هي 1 في 10 الأس سالب 14، مجرد أنه آخذ الجذر مالتها راح يطلع لي تركيز أيونات الهيدروكسيل وتركيز أيونات الهيدروجين يلي هو 1 في 10 للأس سالب 7 مولاري. زين،
هاي وين؟ هاي عند 25. نجي عند الميد درجة سيليزية، نفس الشيء، المفروض نعطينا قيمة الـ KW عند المئة درجة سيليزية تساوي 49 في 10 للأس سالب 14. تمام؟ خلينا نكتبها بشكل أوضح. KW عند الميت سيليزي تساوي 49 في 10 للأس سالب 14. لما أخذ الجذر التربيعي لهذه القيمة راح ينطيني تركيز أيونات الهيدروجين، واللي هو نفسه تركيز أيونات الهيدروكسيل. إذا الجذر التربيعي لهذه القيمة يساوي 7 في 10 للأس سالب 7 مولاري. زين، النتيجة النهائية لهذا السؤال تقودنا إلى استنتاج كلش مهم، أنه بمجرد رفعت درجة الحرارة للمية إيش صار عندي؟ ارتفعت عندي قيمة الـ KW وارتفع عندي تركيز الهيدروجين والهيدروكسيل. يعني شنو؟ يعني زادت عندي سرعة التفاعل، وهذا شيء أيضا من الثوابت بالكيمياء، أن كل ما أرفع درجة حرارة وسط التفاعل كل ما يزداد عندي الـ rate of the reaction. زين، المثال الآخر يريد تركيز الهيدرونيوم أيون والهيدروكسيد أيون والـ pH والـ pOH لمحلول حاوي على 0.2 مولاري من الأكيوس NaOH عند 25 درجة سيليزية. حتى نحل هذه الأسئلة لازم نعرف نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى لازم نعرف نكتب المعادلة الكيميائية لأنه تساعدنا جدا بالحل، والنقطة الثانية أنه نعرف القوانين يلي راح نحل بها. إذن من أبلش أحل هيج سؤال، أول شيء أثبت المطلوب. المطلوب عندي شنو؟ هو الـ H3O يريد تركيزه، وعندي تركيز الهيدروكسيد همين يريد تركيزه، ويريد الـ pH والـ pOH. أنا لقدام أعرف أنه مجرد طلعت تركيز الهيدروجين راح أقدر أطلع الـ pH، ومجرد طلعت تركيز الهيدروكسيد راح أقدر أطلع الـ pH. زين، النقطة الثانية أكتب التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي هو عبارة عن NaOH طبعاً in water راح يتفكك. ليش يتفكك؟ لأنه هذا عبارة عن strong electrolyte. لما strong electrolyte it completely dissociate into positive charge molecule و negative charge molecule. فهذا الـ NaOH بالماء راح يتفكك حتى ينطيني صوديوم positive وهيدروكسيد negative. بما أن الصوديوم هيدروكسيد هو سترونج الكترولايت، إذن راح ينطيني، راح يتفكك بشكل نهائي وينطيني تركيز عالي من الهيدروكسيد أيون. يعني إحنا قلنا يتفكك كومبليتلي وبشكل كامل لأنه هو سترونج الكترولايت. بما أنه بلشت بـ 0.2 مولاري من المادة، الناتج راح يكون عبارة عن 0.2 مولاري من الصوديوم و 0.2 مولاري من الهيدروكسيد. ليش؟ لأنه يتفكك بشكل كامل، إذن راح ينطيني 0.2 مولاري من الهيدروكسيد. زين، من جهة أخرى الهيدروكسيد أيون والهيدرونيوم أيون راح يتكون في وسط التفاعل من تفكك الووتر. يعني أنا ما أنسى أنه عندي بوسط التفاعل ووتر همينة بعده دا يتفكك إلى H3O زائدا OH. زين، فإذا همينة عندي هيدروجين أيون جاي من تفكك الووتر وهيدروكسيد أيون جاي من تفكك الووتر، وأخلي ببالي أنهما بـ equal concentration. زين، بس تركيز الـ OH الجاي من المي is insignificant إذا قارنت ويا تركيز الـ OH يلي جاي من الصوديوم هيدروكسيد اللي هو 0.2 مولاري. إحنا قلنا بالمي
تركيز الـ OH حوالي 10 للأس سالب 7، يعني 0.0001، ما أعرف إذا عدد الأصفار صحيح لو لا، بس المهم هي كمية قليلة جدا إذا مقارنتها ويا الـ 0.2 يلي جاية من الـ NaOH. إذن بما أنه تركيز الهيدروكسيد يلي جاي من الماء قليل جدا، فراح أهمله وما راح أكتبه. أوكي، راح ناخذ فقط تركيز الهيدروكسيد أيون يلي جاي من الـ NaOH. إذن تركيز الـ OH يلي موجود في وسط التفاعل هو فقط اللي جاي من الـ NaOH، يعني 0.2 مولاري. إذن من أجي أحسب الـ pOH راح يكون سالب لوغاريتم 0.2 ويساوي تقريباً الـ 0.699. هذا شي يمثل لي؟ هذا يمثل لي الـ pOH لوسط التفاعل هذا. زين، هسا شي يريد تركيز أيونات الهيدروجين. منين أطلع تركيز أيونات الهيدروجين؟ عندي هذا القانون يقول KW يساوي تركيز الهيدروكسيل في تركيز الهيدروجين. بما أنه KW عندي معلومة للووتر نعرفها إحنا، اللي هي ينطينا إياها بالسؤال 1 × 10^14. تركيز الـ OH أني طلعته اللي هو الـ 0.2، قلنا نحسب فقط الجاي من الصوديوم هيدروكسيد. إذن بسهولة أقدر أطلع تركيز الهيدرونيوم أيون يلي راح يساوي لي KW على OH، ويساوي أنزل قيمة الـ KW اللي هي 10^14 على قيمة تركيز الـ OH اللي طلعتها آني اللي هي 0.2، فراح يطلع قيمة الهيدرونيوم أيون 5 × 10^14. طبعا هنا ناكو سالب بس سقط سهوا، في 10^14 مولاري. أوكي، زين، ورا ما طلعنا تركيز أيونات الهيدروجين راح نطلع الـ pH اللي هي سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين ويطلع حوالي 13.3. السؤال الثالث يريد المولر كونسنتريشن اوف باريوم والهيدروكسيد لما يكون عندي محلول باريوم هيدروكسيد بتركيز 0.03. قلنا اول شيء نثبت اللي يريده، يريد تركيز ال Ba+2 ويريد تركيز الهيدروكسيد. اول شيء لازم اعرف المعادله الكيميائيه، فأكتبها قبالي أنه BaOH by 2 هذا strong الكترولايت. ليش؟ لأنه هو الكالين هيدروكسيد، راح يتفكك حتى ينطيني Ba اللي هو الباريوم زائدا OH، بس إش كم OH؟ 2، لأنه إحنا عندنا فتشي اسمه توازن كيميائي بالمعادلات. بما أنه عندي هنا 2 OH إذن راح يطلع لي 2 OH. زين، أني بلشت بـ 0.03 مولاري من الباريوم هيدروكسيد. إذن بما أنه هو سترونج الكترولايت فراح يروح كله يتفكك ينطيني 0.03 مولاري من الباريوم زائدا 2 × 0.03 مولاري من الهيدروكسيد. منين جت هاي الاثنين؟ هي نفسها هاي الاثنين لأنه طلع عندي 2 موليكيولز من الهيدروكسيد. إذن simply تركيز الـ Ba راح يساوي لي 0.03 مولاري، بينما تركيز الهيدروكسيد راح يساوي لي 0.06 مولاري. زين، اريد احسب الـ pH لـ 0.12 مولاري من الـ aqueous solution of HCl. أنا شلون احسب الـ pH؟ لازم اطلع تركيز ايونات الهيدروجين. إذن لازم أعرف أكتب التفاعل الكيميائي لتفكك الـ HCl. إحنا نعرف أن الـ HCl هو strong electrolyte، فراح يتفكك كله إلى هيدروجين أيون وكلور.
زين، أني بلشت بـ 0.12 مولاري من الـ HCl، كله راح يتفكك حتى ينطيني 0.12 مولاري، 0.12 مولاري. إذن تركيز أيونات الهيدروجين راح يساوي لي 0.12 مولاري. إذن الـ pH يساوي سالب لوغاريتم 0.12 ويساوي لي 0.92. هذا شنو؟ هذا الـ pH of the medium. إذن لاحظ أنه الـ pH كلش قليلة، وهذا يدعم أنه وسط التفاعل هو وسط أسيدك، لأنه عندي strong acid موجود في الوسط. لهنا نكون خلصنا الجزء الأول من أو المحاضرة الأولى من الأناليتيكال كيمستري، اللي قلنا هي كانت عبارة عن مقدمة لشغلات هي ثابتة وتبقى ثابتة بالكيمياء التحليلية. تعرفنا على أهم الكونسبت، عرفنا يعني شنو الكترولايت وأنواعه على نوعين، عرفنا يعني شنو أسيد وشلون أقول على المادة أسيد، ويعني شنو بيس وشلون أقول على المادة بيس، عرفنا شنو أقصد بالأمفيبروتيك سولفنس وش وقت تكون أمفيبروتيك سولفنس، وشلون هي أندرغو أوتو بروتوليسز، وتعرفنا شلون ممكن أحسب تركيز الهيدروجين وتركيز الهيدروكسيل لأكيوا سوليوشن، ومن عدها راح نحسب الـ pH والـ pOH. بالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نكمل ونتوسع أكثر بموضوع حساب الـ pH والـ pOH وكل الأشياء اللي تتعلق بالـ aqueous solution. مننا لحد ما ألتقيكم بالمحاضرة الجاية. Good luck.